احنا بنقدم ورشة اسمها Contemproove متكونة من أساسيات الهيب هوب وأساسيات الكونتمبري. في ورشة Contemproove احنا عادة بنبدأ بالتسخين، تمارين ليها علاقة بالتنفس والاسترخاء وشيكينج وان الواحد يعني ريليس، وبعدين بنشتغل على حبة تمارين دريلز، بنعيد برضو تمارين كتير متكررة ورا بعض. بندي في مساحة اكتر في ورشة Contemproove اللي هو اكسبلوري، انه يبقى في اكتشاف بين مساحة الجسم وهو بيتحرك في السبيس وهو بيتحرك في مساحته لوحدها، وبعدين في الاخر بنكول داون. اهميه الورشه وان احنا بنشتغل على الاساسيات بتاعت الهيب هوب والرقص المعاصر، وبنحاول نمكس الاثنين دول مع بعض. بنشتغل على الايقاع وازاي الواحد يسمع اكتر مزيكا ويسمع جسمه اكتر ويتعرف كمان على جسمه. هي ورشه يعني جريتلي لكل السن، من اول يعني 13 او 12 لغايه فوق، هي مفتوحه لكل الناس معظم الوقت. يعني الناس اللي شاركت في الورشه استفادت اولا ان هي اتعرفت على الاساسيات بتاعه الهيب هوب والمعاصر. لو حد عمره ما حضر ورشه او حضر كلاس او يعني مبتدئ، فبرضو دي تجربه انه الواحد يكون بيجرب انه يبقى بيشارك في حاجه فيها رقص.